اليوم شيماء منير. Welcome everyone. النهاردة مكملين مع بعض كورس التأسيس اللي اتفقنا عليه. الفيديو اللي فات اتكلمنا عن ال parts of speech، أقسام الكلام. خدنا النون والpronoun وخدنا الverb. تمام، ممكن نرجع للفيديو الأولاني عشان نفتكرهم مع بعض. النهاردة بقى احنا برضو مكملين parts of speech، لكن هناخد النهاردة مع بعض برضو تلات حاجات. هناخد ال adjective وال adverb و preposition. يبقى النهاردة مكملين مع بعض parts of speech، adjective، adverb، preposition. تعالوا نتعرف مع بعض استخدامات كل واحدة فيهم ومعناها بالأمثلة. أول حاجة ال adjective. Adjective، أوكي، adjective اللي هي الصفة، يعني أنا بصف شخص. طب معناها إيه؟ هي عبارة عن كلمة تصف الاسم وتكون قبله. يبقى مهم جدا الصفة دي هي بتصف الناون، بتصف الاسم، ولازم تكون قبل الاسم لان هي بتصف الاسم. زي ايه؟ زي ما اقول happy boy، ولد سعيد. happy boy، ولد سعيد. boy ده هنا الناون، انا هنا بصف الولد انه سعيد. happy boy، ولد سعيد. او اقول rich man، رجل ثري او رجل غني. rich جاي قبل المان الناون. طيب الادفيرب يعني ايه؟ adverb ومعناها ايه؟ يلا بينا نشوف. let's start. adverb بقى دي هي كلمة تصف الفعل مش الاسم، او تزيدها وضوح. يعني انا عندي الفعل موجود، تمام، هي الكلمة دي هي بتصف الفعل، تديني معنى زيادة للفعل، بتصفه لزيادة. طب زي ايه؟ لما اقول احمد write quickly، انا هنا بصف كتابة احمد انها سريع. انا مش بصف احمد، انا بصف كتابة احمد بالسرعة. تمام، طيب نيجي مع بعض لاخر جزء معانا هو ال preposition، وهي حروف الجر. انا هنا عندي two examples، عندي مثالين اتنين لحروف الجر، تعالوا نشوفهم مع بعض. let's start. اول حاجة لما اقول اميرة goes to school، تذهب اميرة الى المدرسة. to دي هنا يا ولاد جاية بمعنى الى، تذهب اميرة الى المدرسة. اميرة goes to school. أو أقول they traveled by plane، هم يسافرون بالطائرة. by دي يعني باستخدام الطائرة. ده كان الجزء بتاعنا النهاردة parts of speech. الجزء التاني. thanks for watching and see you soon. bye. thanks for watching and see you soon. bye.